بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري السلام عليكم علي الشيخ سعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا اللهم آمين وأذكركم أيها الإخوة والأخوات جوال البرنامج للتواصل عبر الواتساب وعبر الرسالة النصية فقط صفر خمسة، صفر ستة على بركه الله نبدا هذه الحلقه معالي الشيخ بما ورد الى البرنامج، السائل يسال عن قوله تعالى: ما ننسخ من آيه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ يسال عن معنى وتفسير هذه الآيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فان المراد بالنسخ ازاله حكم شرعي ورد بخطاب متقدم وابداله بحكم شرعي ثابت بخطاب متاخر والنسخ قد ورد فيما بين الشرائع شريعه محمد صلى الله عليه وسلم شرعت ونسخت الشرائع السابقه كما قال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكذلك يرد النسخ في الشريعه الواحده. ومن امثله ذلك ان القبله كانت الى بيت المقدس ثم نسخت فجعلت الى الكعبه المشرفه. ومن أمثلته أيضا ما ذكره الله عز وجل في قوله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مائتين وإن يكن منكم مائة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم عشرون صابرون فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فهذه الآية الأخيرة نسخت الآية السابقة والنسخ ثابت وقد تكفل الله عز وجل بأنه عند ورود النسخ أن يؤتى بحكم أنسب للناس من الحكم الأول والله تعالى مطلع على حقائق الاشياء عالم باسرارها وخفاياها يعرف ما فيها من الحكم والمعاني العظيمه الباهره. نعم بارك الله فيكم، هذا يسال يقول متى تكون ليله القدر وكيف يكون اغتنامها؟ ليله القدر هي احدى ليالي العشر الاواخر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان متحريا لليلة القدر فليتحرها في العشر الأواخر ولكن لا يوجد تحديد ما هي الليلة التي هي ليلة القدر ولعل المعنى في ذلك أن الشارع أراد أن ينشط الناس على أنواع الطاعات في جميع العشر قاطبة فلذلك سخر رب العزة والجلال هذه الأحكام للناس فقد يكون هناك حكم يتناسب مع مدة زمنية في عهد النبوة ثم بعد ذلك يرى أنه لم يعد مناسبا فهذا هو المقصود من مشروعية النسخ قد تكفل الله عز وجل بأنه إذا نسخت آية أن تأتي آية تحل محلها فقد قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقد تكفل الله عز وجل بذلك وجعل الأحكام المنسوخة تعقبها أحكام ناسخة يصلح الله بها أحوال الناس نعم بارك الله فيكم هناك من يعتقد أن, في أن للعمرة فضل في ليلة السابع والعشرين ما صحة ذلك العمرة عمل صالح فاضل ومن أكثر من العمرة فحري أن تغفر ذنوبه ولكن ليس لليلة لي سبع وعشرين مزية خاصة ليؤدي لي الإنسان العمرة فيها فإن المعول عليه في هذا الباب هو الأخذ بما في كتاب الله وبما تدل عليه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته، وبالتالي فإن هذا الأمر لم يكن مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وبالتالي لا يقال بمشروعية الجمع بين أدعية الاستفتاح في الركوع. نعم بارك الله فيكم، ما هي من أدعية الاستفتاح في نعم القيام نعم أحسن الله إليكم، ما هي الأدعية الواردة في العشر الأواخر يا شيخ؟ نعم، آه لما ذكر الله جل وعلا آيات الصيام ذكر في أثنائها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ مما يدل على فضيله الدعاء في هذه العشر الايام الفاضله ولا يوجد هناك توقيت محدد في الادعيه التي يدعو الانسان بها وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان تقول في, في تلك الليله أن تقول في تلك الليلة اللهم اعفو تطلب العفو والتجاوز اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ولذلك يحسن بالإنسان أن يكثر من طلب المغفرة والتجاوز والعفو نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ بارك الله فيكم اعتاد جزء من الناس في شهر رمضان خاصة في هذه الأيام واستقبال للعيد الذهاب إلى الأسواق وعدم العناية بالأوقات الفاضلة نرجو بيان أهمية الوقت في هذا الشهر الفضيل حفظكم الله الذهاب إلى الأسواق ليس من الأمور الممنوعة بل هو من الأمور الجائزة ولا حرج على الإنسان فيه ومتى كان ذهاب الانسان الى السوق لشراء حاجياته وحاجيات اهل بيته ونوى بذلك التقرب لله عز وجل كان ماجورا مثابا، وبالتالي على الانسان عند ذهابه الى الاسواق ان يتحرى الضوابط الشرعيه في هذا الباب، ولا يتجاوز ما ورد به الشرع فيه، ليكون ذلك من اسباب نيله للاجر والثواب بذهابه إلى تلك الأسواق؟ أحسن الله إليكم، نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم مجددا ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. من الاسئله التي وردت الى البرنامج هذا يقول ما حكم ما يفعله بعض ائمه المساجد في رمضان؟ حيث انهم يقرؤون القران في صلاه التراويح ثم يكملون القراءه في بقيه الفروض الجهريه من اجل ان يختموا القران في رمضان. من فضل الله عز وجل علينا ان جعل عندنا ائمه يعتنون بالمساجد ويعتنون باحيائها بقراءه القران وصلاه التراويح والتهجد وبالمحافظه على اداء الصلوات المفروضه ليكون هذا من اسباب تنشيط الناس على انواع الطاعات و بالتالي فإن من هيأ هؤلاء الأئمة من الدولة بارك الله فيها ومن الوزارة المعنية سدد الله القائمين عليها يعلم أن فضل الله عز وجل علينا بهذه الإمكانات والتكاليف شيء كثير ومن هنا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالتعريف بدور هؤلاء الأئمة والتعريف ب الجهات التي تقوم خلف هؤلاء الأئمة، وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالإشادة بهؤلاء الأئمة، وترغيب الأبناء بالصلاة خلفهم، لعل الله عز وجل أن يكثر الطاعات في الأمة، وأن تزداد الحسنات بسبب ذلك، وما ذكره السائل من كون بعض الأئمة أراد أن يخفف على المصلين معه ولذلك فانه يقرأ جزءا من او يجعل جزءا من قراءته في صلواته الجهريه خصوصا صلاه العشاء التي تكون صلاه التراويح بعدها مباشره، والذي يظهر لي انه لا حرج عليهم في ذلك وان كان هذا ليس من عاده السلف فهم يدخلون في مثل قوله تعالى فقرة ما تيسر من القران ولكنهم لا يدخلون فيما ورد في النصوص من جانب اخر، نعم. يعني. نعم بارك الله فيكم. آه هذا يسال يقول الحامل التي افطرت في رمضان خوفا على صحتها وصحه الجنين. هل عليها القضاء ام القضاء والكفاره؟ نعم يجب عليها القضاء والكفاره. اما القضاء فلقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. وقالت عائشه رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه. وهذا المرض يماثل حاله الحيض. وقد قيل في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن المرأة إذا كانت ممن يشق عليه الصيام وإن كان لا يعجزه بسبب إرضاع أو حمل فإنها تفطر ولا حرج عليها في ذلك وتقضيه متى تيسرت لها أمور الصحة وأبعد الله وأزال عنهم أمراض البدن نعم بارك الله فيكم من الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج يسأل هذا يقول ما معنى قولنا في الدعاء لا نحصي ثناء عليك أنعم الله عز وجل علينا بالنعم الكثيرة المتتابعة و من هنا اراد الله عز وجل ان يختبر العباد بان يوجب عليهم واجبات يقومون بها فمن اداها وامتثلها كان بذلك من الفائزين ومن خالفها واعتقد ضد معناها ومقتضاها فانه حينئذ يكون مخالفا لشرع رب العزه والجلال نعم أحسن نعم. الله إليكم ما أفضل الأعمال في الاعتكاف الأعمال التي يرغب الشارع من العباد أن يفعلوها ثلاثة أنواع نعم. فروض أعيان فروض أعيان مثل الصلوات المفروضة فهذه من الأمور الثابتة اللازمة والثاني فروض على الكفاية مثل صلاة الجنازة مثل طلب العلم مثل الأمر بالمعروف وهي أقل رتبة من الأولى والثالث النوافل وبالتالي هي مرتبة على هذا الترتيب فإن كان يستطيع أن يستغل جميع وقته في فروض الأعيان فهي أولى وأحسن وإن لم يجد شغلها بفروض آه الكفاية من مثل قراءة القرآن، مثل استماع العلم، من مثل حضور الحلقات التي يبث فيها العلم والهدى، فهذه تقع في رتبة أخرى، نعم. أحسن الله إليكم. آه يقول بارك الله فيكم أصبت بزكام حاد ويدخل الجوف بعض الشيء، هل يؤثر على الصوم؟ يعني إذا كان يدخل بغير قصد منك ولا اختيار فإنه لا يؤثر على الصوم لكون هذا ليس في مقدورك ولذا من كان من شأنه أن يؤدي أمرا لا قدرة له على الانفكاك منه لم يؤثر ذلك على أعماله نعم. بارك الله فيكم إحدى الأخوات بعثت بهذا السؤال تقول ما حكم استعمال حبوب منع الدوره لتتمكن من الصوم كامل الشهر؟ يجوز استخدام حبوب منع الدوره من اجل صيام الشهر وقيامه وادراك العبادات الوارده فيه، ولكن ذلك ليس هو الافضل. بل الافضل ان تبقى المراه على طريقتها فأيام حيضها ستقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القربات التي لا تتعارض مع الحيض مثل التسبيح والتهليل والدعاء ونحو ذلك وحينئذ تكون قد أدت أكمل مما لو تناولت حبوب منع الدورة لذلك فالوصية للجميع لا تتناول المرأة حبوب منع الدورة وإذا لحقها واجب ديني بسبب ذلك فإنها تؤدي رغبة فيما عند الله جل وعلا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير على ما قدمتم في هذه الحلقة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا نسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه والاخوات الى هنا وناتي الى ختام حلقه هذا اليوم من برنامج فتاوى رمضان وقد اجاب عن اسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وان يختم لنا شهر رمضان بالعفو والغفران نلقاكم على خير باذن الله تعالى في لقاء مقبل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته